في على مستوى العمليات أيام كانت تحتاج إلى عمليات، من تلك الأيام إلى أيام التدريبات العسكرية هو جزء من مخطط التدريب، مواكب، متابع، يقرأ، يفهم، يوجه. فلما يحضر التمرين هو لا يحضر كضيف، أهلا وسهلا تفضل على المنصة ونعمل ما نعمل بعدين، نعم هذا أمام الشاشات، لكن في البداية هو جزء رئيسي من التوجيه في كل مراحله، من اسم التمرين إلى الأسلحة المشاركة إلى 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 جلالته إله هذيك الكاريزما الإنسانية القيادية الهيبة. ممكن إذا قلت كلمتين أمام جلالته الثالثة ما سهل ما صعب تقولها إلا إذا كنت بتحفيز منه، فهو يعرف هذا الكلام، يعني هو ما بعيد عن هذه الجملة. فإذا أحس أنك أنت إيه خلاص الكلمة الثانية الثالثة ما راح تجي، هو يعطيك شيء، هو يساعدك، هو يوجهك في كثير من المواقف المحرجة. على سبيل المثال إحنا في تمرين من تمارين العسكرية للحرس السلطاني كنا في هيمة، فعنده ضيوف وإحنا واستلمنا الأسلحة قبل التحرك إلى القافلة السلطانية بأيام قليلة، وما أدركنا فترة التدريب الكافية والتعرف على السلاح. طلبوا تمرين والسلاح هذا يشارك بدون مسمى السلاح، حضر فجاء يسأل عن دقائق الأمور التي إحنا بعد لم نقرأ عنها. فمن من 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 الدعابات إنه هو أشار إلى شيء وسأل عن وزنه، فقال كم يزن هذا الشيء، بسؤال أبوي، بسؤال عارف إنه هذا توصل يعني قد لا يدركه. فأنا بنظرة سريعة شفت المكتوب على المكان، قلت أنا قرأت العشرة فما أعرف الفاصل كم لأن السرعة وأنا ببعيد والهيبة، عشرة كيلو مولاي. قال نعم نعم نعم، ما صحح لي أمام الضيوف لأنه كان ممكن يصحح لي أمام الضيوف وانحرج، لكن هو غير الحديث وما صحح لي. في أحد التمارين اللي أنا تشرفت ببنائها من الصفر، يعني بناء التمرين من توجيه جلالته أن أريد هذا التمرين يصير إلى نفذ التمرين تحت مسمى السهم الصائب ثلاثة بكل رجال القوات المسلحة، وحضر مولانا يعني تشريفا وتكريما لنا بإشراف مباشر يومي خلال التمرين النهائي، خلال البروفات النهائية، خلال العمل النهائي 14 يوم كان من بعيد يراقب كل شيء ويوجه القائد، وقائد الحرس كان يأتي يوميا ويمكن مرتين، وكان كثير من المسجات تصلني برضا جلالته. فحدث شيء ما كنا نتمنى إنه حد من الـ من 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 أبناء المشاركين في التمرين أصيب، وأصيب بانفجار بسيط، صار في جرحى. الاهتمام والمتابعة من جلالته كذا يوم يسأل عن الناس، يتابعهم وين وإيش شو يحتاجوا، كان اهتمام الأب، كان اهتمام الأب. لما قلنا في جرحى قال كلمة عن مليون وسام، سألتيني عن الأوسمة، هذا الوسام اللي قاله، قال لكل تمرين ناجح ضحايا، مبروك. وهذه الكلمة قالها للقائد، مبروك تمرينكم كثير ناجح، أو كما هو قالها بلهجته القيادية الجميلة والنكهة السلطانية. أكيد وأنت تحكي العقيد ركن وكأننا عايشين الموقف، نتذكر يعني ونتخيل كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها بالضبط. فعلا نحن مثل ما قلت أول الصبح نحاول نتشبث ذاكرة كل واحد قابل جلالته ونسمع منه، ما نريد الوقت يمضي إلا نحن سامعين قصصه، سامعين حواراته أيضا.